يتكلمون عنك لأنك وصلت، لأنك ناجح، لأنك صاحب إنجاز. يتكلمون عنك من وراك لأنهم أساساً وراك، طايح حظهم وراهم وانت اللي رايح وشاق دربك. لا تزعل وتتضايق لما الناس يحاشون فيك، بالعكس ابتسم ابتسم واستانس. تدري ليش؟ لأنك انت صرت شغلهم الشاغل، يعني خلوا كل أمور الدنيا وانشغلوا فيك انت. يبون يحبطونك، يبون يوقفونك عن طريقك، فأنت لا تهتم فيهم وكمل طريقك. وكلام الناس يهون مقابل أن أكون أنا وأنت وأنتي مو أحسن من رسولنا صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم اتهموه وقالوا عنه ساحر ومجنون وسبوه ورموه بالحجارة لما سال الدم من قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم. هل رد عليهم؟ هل هاجمهم؟ هل حاربهم؟ لا. ليش ما كلمهم؟ لأنهم جهلة. لأن إذا أنا بكلمهم راح أتوه، راح أتعب وياهم. جهلة، هم جهلة، خلاص معني طاف طنش تنتعش. يا أخي موسى عليه السلام قال حق ربه: يا رب يا رب جنبني كلام الناس، الناس يحكون فيني يا رب جنبني كلامهم. فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى يا موسى ما اتخذت ذلك لنفسي، أخلقهم وأرزقهم فيسبوني ويشتموني. هذا الله عز وجل، فما بالك أنا وأنت المساكين نهتم كلام الناس؟ عطهم طف، ما عليه، خلي يحكون فيك. الشيء اللي أنا أبيه راح أوصل له، بيتكلمون؟ خلي يتكلمون والله وياهم. في مثل غربي وايد أحبه يقول لك: إذا ركلك الناس من الخلف تكلموا فيك من وراء، تأكد أنك في المقدمة، لا ترمى إلا الشجرة المثمرة. تخيل أنك أنت بلا ثمر، بلا نجاحات، بلا وصول، كان الناس ما تحكوا فيك ولا دروا عن هوى دارك، لكنك أنت أثبت وجودك، وصلت، عشان كذي قاموا يتحكون فيك. هالعقليات من البشر تدرون متى يستانسون ويكونون قمة السعادة؟ لما أنا وياك نهتم لهم ونعطيهم مي، لكن إذا خذيناهم على قد عقولهم